لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، لازلنا في المعاملات المالية، وانتهينا بفضل الله عز وجل من الباب الأول، باب البيع، ووصلنا للباب الثاني في الربا. المسألة الأولى في تعريف الربا وحكمه. الربا في اللغة الزيادة، وشرعا زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض، أو من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض. طيب، طبعا تعريف الربا شرعا، أو نقول يعني اصطلاحا، التعريف ده هينبني على فهمنا لمسائل الربا. فالتعريف احنا كده يعني ايه مش هنقدر نشرحه دلوقتي غير لما ناخد المسألة نفسها بتفاصيلها. فيعني نأجل شرح التعريف ده إلى ما بعد ايه الكلام عن حكم الربا والحكمة من تحريمه والصور أو أنواع الربا اللي هي المسألة الثالثة. نرجع بقى نجيب التعريف يبقى ظبط معانا. طيب، حكم الربا. الربا محرم في كتاب الله تعالى، قال جل شأنه: وأحل الله البيع وحرم الربا. طبعا الربا من أمهات المحرمات في دين الإسلام، يعني من أكبر الكبائر في دين الله تبارك وتعالى أكل الربا. مش بس من أكبر الكبائر في المعاملات المالية، لا، هي من أكبر الكبائر عموما. تمام. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منهن وأكل الربا. فده من السبع الكبائر اللي هي أكبر الكبائر على الإطلاق، التي أولها الإشراك بالله عز وجل. تمام. فبدأ من أكبر الكبائر في الإسلام، بل هو من المحرمات التي أتت بها الأنبياء عموما. يعني ده ليس محرما خاصا بالإسلام، بل كما قال الله عز وجل في سورة النساء: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فأهل الكتاب قبلنا نهوا عن الربا، وتأكد هذا النهي في ديننا، وهو مذكور في نصوص القرآن القطعية. طبعا الربا مذكور في القرآن المكي، ثم بعد ذلك ذكر في القرآن المدني، يعني مش من الأمور اللي حرمت في المدينة بعد استقرار التشريعات الإسلامية، لا، ده من أمهات التشريعات اللي هي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الدعوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس في أول الإسلام بتوحيد الله عز وجل، ويأمرهم بالصدق والعفاف وصلة الرحم. يعني كان في أوامر وتشريعات اللي هي أصول التشريعات دي من الأول خالص. تمام. فمن أصول التشريعات القديمة ترك الربا. تمام. كما في قول الله تبارك وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وده في سورة الروم وهي مكية. تمام. وده صريح في ذم الربا. تمام. وفي بقى آية مجملة فيها خلاف، هل هي في الربا أو في غيره، يعني في خلاف في تفسيرها، وهي من أوائل ما نزل من القرآن، وهي قول الله عز وجل في سورة المدثر: ولا تمنن تستكثر. بعض العلماء يفسرها بالإيه؟ بالربا. العطاء يريد الإيه؟ أخذ المزيد، يريد أخذ فوق ما أعطى. تمام. فبعض اهل العلم فسرها بالنهي عن الايه عن الربا، وان كان فيها اجمال هذه الايه، لكن اصرح منها اي سوره الروم. ثم بعد ذلك في المدينه جاء النهي عن الربا بشكل اصرح في قول الله عز وجل: واخذهم الربا وقد نهوا عنه في سوره النساء، ثم في قول الله عز وجل في سوره ال عمران: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. فده نهي عن أكل الربا بما كان يعتاده أهل الجاهلية من الزيادة المضاعفة. ثم بعد ذلك آيات سورة البقرة، هي آيات متتالية من أول قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا
إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلى آخر الآيات. فالآيات دي بقى هي اللي فيها إيه؟ يعني دي من آخر ما نزل من القرآن عموما. يعني الآيات دي لو قلنا كده ترتيب نزول الآيات في شأن الربا، أولا آية المدثر لو قيل إنها في الربا، وثم آية الروم، ثم آية النساء، ثم آية آل عمران، ثم آية البقرة. تمام؟ آيات البقرة دي من أواخر ما نزل من القرآن، اللي هي في آخرها خالص، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. تمام؟ اللي هي قيل هي آخر آية نزلت من القرآن مطلقا. تمام؟ فهذه الآيات من أواخر ما نزل من القرآن، وفيها تحريم الربا قليله وكثيره، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. تمام؟ فبيقول هنا في الكتاب الربا محرم في كتاب الله، في كتاب الله تعالى، قال جل شأنه وأحل الله البيع وحرم الربا. طبعا هي دي اللي هي آيات البقرة، اللي أقولها زي ما قلنا قول الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فآكل الربا يكون متخبطا، وده ظاهره، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ظاهره أنه يوم القيامة. يعني يوم القيامة إذا قاموا من قبورهم قاموا متخبطين لا يهتدون، وعمومه يشمل الدنيا، يكون حالهم في الدنيا التخبط. تمام؟ وده ظاهر في حال آكل الربا في الدنيا، أنه يكون إيه؟ متخبطا لا يهتدي إلى مقصوده. وإحنا كلنا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى آكل الربا في منامه كأنه يسبح في بحر من الدم، وكلما أراد أن يصل إلى الشاطئ ألقم حجرا في فمه فإيه؟ رجع. عايز يوصل لحاجة مش عارف يوصل لها، كل ما عايز يطلع من البحر اللي هو انغمس فيه ده، اللي هو في استغلال للناس ومص لدمائهم، لا يستطيع أن يخرج من هذا المستنقع الذي دخل فيه، فيكون متخبطا كالذي لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ودي نقطة مهمة جدا، كثير من الناس يظن بفهمه الخاطئ أن البيع مثل الربا، يعني في البيع يحل الكسب والتربح أم لا؟ يحل. طيب في الربا لا يحل الكسب ولا التربح، ليه؟ إيه الفرق ما بين الاثنين؟ إن الكسب أو التربح أو نماء المال أو زيادة المال في حالة البيع هي زيادة عادلة نافعة، أما في الربا فهي زيادة ظالمة ضارة. تاني، الفرق بين البيع والربا أن الزيادة في البيع زيادة عادلة نافعة. عادلة ده الأثر الجزئي، نافعة ده الأثر الكلي على المجتمع. الربا العكس، زيادة ظالمة ده الأثر الجزئي اللي هو على المتعاقدين، ضارة ده الأثر الكلي على المجتمع ككل. في البيع أنا ببيع لك التليفون ده سلعة في مقابل نقد، السلعة دي بألف جنيه، فبديك التليفون تديني ألف جنيه. انا ممكن اكون شاري التليفون ب 800 او 900، انا كسبت في زياده حصلت، بس الزياده دي زياده ايه؟ عادله، لان انت برضو خدت التليفون وانتفعت بيه، فانت تم تحريك السلع في المجتمع، فهي زياده نافعه للمجتمع ككل. السلع بتتحرك والاموال بتروج وبتتحرك والمنافع بتتبادل ما بين المجتمع. انا كنت محتاجه في لحظه من اللحظات، دلوقتي مستغني عنه، غيري محتاجه، فما اخزنوش واركنوش، لا اديه لغيري يمكن هو ينتفع بيه. تمام؟ وانا انتفعت بالمال اللي انا خدته او بالنقد اللي انا خدته ده، بقى اروح اعمل ايه؟ اشتري بيه منافع انا محتاجها، فيبدا يتحرك المنافع والسلع ويحصل انتاج للخدمات في المجتمع. فهي زياده عادله، انا ما ظلمتكش في حاجه، وفي نفس الوقت هي زياده ايه؟ نافعه للمجتمع ككل. الربا العكس من ذلك، هو زياده التي فيه، هو اصلا كلمه الربا في اللغه زياده. تمام؟ الزياده دي زياده ظالمة ضارة، لذلك قال الله عز وجل وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يبقى في ظلم في الربا، الزيادة دي زيادة ظالمة. أنا لما أديك دلوقتي ألف جنيه وأخدها منك ألف ومية، المية دي زيادة ظالمة، أنا ظلمتك. تمام؟ ليه؟ لأن أنا خدت منك اديتك ألف، المفروض الألف دي أخدها ألف، ده الطبيعي، لأن نقد في مقابل نقد، النقد ده مش بيولد مزيد من النقد، لأن النقد لا منفعة فيه، هو وسيط زي ما قلنا،
يعني هو وسيلة إلى كل منفعة، لكن ليس في منفعة لذاته. الألف جنيه دي ما فيهاش منفعة، بس هي وسيلة للوصول إلى المنافع. إنما التليفون لا، في منافع، واضح؟ القمح، العيش، المايك ده، الثوب، كل دي حاجات فيها إيه؟ منافع، تمام؟ فالزيادة اللي أنت زدتها من 1000 إلى 1100 دي زيادة ظالمة، دي رقم واحد. ورقم اتنين ضارة. أصلا ممكن تقول لي طب ما هو راضي بالظلم ده، يعني هديك 1000 واتفقت معاك هديك 1000 خدها منك 1100، تقول لي طب ما هو الطرفين راضيين، هو يا سيدي مش مضروب على ايده. هنفرض حتى ان راضي، ففيها ضرر على المجتمع ككل، لان الربا عكس البيع، كلما راج الربا كلما قل البيع، فبالتالي هيحصل ركود للسلع والخدمات ويحصل تضخم وهمي للاموال. الالف بقت 1100، وال1100 بقت 1200، بقت 2000، بقوا 3000، 4000. الفلوس دي جايه منين؟ هو في انتاج بيحصل؟ لا، مجرد ارقام بتتحسب. الاغنياء عمالين يزدادوا غنى ويحسبوا ديون على الفقراء، ففي الاسم كده ان الاموال زادت، لكن ما كانش مقابل زياده الاموال دي زياده في انتاج السلع والخدمات، مفيش. فبنقول ان كلما كثر الربا وانتشر اللي هو الضار الظالم، كلما قل البيع العادل النافع، تمام؟ فهما ضدان لا يجتمعان، تمام؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وده الفرق الأساسي، إن ده ربنا أحله وده ربنا حرمه. طبعا واضح جدا الفرق في الحكمة بين الربا الذي حرمه الله وما فيه من ظلم وضرر، وبين البيع الذي أحله الله وما فيه من نفع وعدل، تمام؟ لكن المؤمن والعبد عموما ينبغي أن يكون خاضعا لأوامر الله عز وجل. خلاص أنت عرفت أن ربنا أحل دي وأحرم دي، بغض النظر التمست الحكمة ووصلت إليها أم لا، ينبغي أن تكون مطيعا لأمر ربك وخالقك. وأحل الله البيع وحرم الربا. لذلك من نازع في ذلك أو خالف فاستحل أكل الربا فهو كافر بالإجماع. تاني، الربا من المحرمات القطعية المعلومة من الدين بالضرورة، فمن استحلها كفر. يعني لو واحد قال الربا حلال فجحد وأنكر، أو أبى واستكبر وقال ما دخل الدين في أموالنا، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ما دخل الدين في أموالنا؟ نحن نفعل في أموالنا ما نشاء، ليس لله عز وجل علينا أمر في أموالنا. أبى واستكبر، سواء كان استحلال ده استحلال جحود وإنكار أو استحلال إباء واستكبار، فهو كفر أكبر لا يقل عن ملة، تمام؟ لكن فرق بين من يستحل الربا رأسا ومن يستحل صورة من الصور غير المعلوم من الدين بالضرورة تحريمها، لأن بعض صور الربا ليست معلومة من الدين بالضرورة. يعني لو واحد قال الربا حلال ده كده كافر، إنما واحد قال مثلا فوائد البنوك حلال، هو فوائد البنوك ربا، تمام؟ لكنه يستمع إلى شبهات المضللين، سلاطين السوء من المعاصرين الذين يفتون الناس بما يريده الحكام، سواء كان حقا أو باطلا، كما سيأتي معنا في الباب الثاني الثالث اللي هو باب القرض. هاجي معنا بقى تفاصيل موضوع فوائد البنوك ورحلة كيف حللت، يعني بعد ما كانت حراما بالإجماع كيف صارت إيه عند كثير من الناس مباحة كالماء الزلال لا شيء فيها، تمام؟ فبعض الناس يستمع إلى هذه الشبهات فيظن أن فوائد البنوك إيه حلال، فإذا استحلها لا نقول أنه كفر، لأنه لم يستحل الربا، وإنما استحل شيئا هو يظنه ليس من الربا. واضح ولا إيه؟ يبقى تاني بنفرق ما بين من استحل الربا صراحة فذا كده كافر لأنه محرم مقطوع به معلوم من الدين بالضرورة، ومن يستحل صورة من صور الربا غير الصور المعلومة من الدين بالضرورة، يبقى في الحالة دي لا يعذر بجهله ولا يكفر. طيب، فبنقول قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. يعني واحد قبل ذلك كان يفعل الربا قبل أن يصله التحريم ثم تاب إلى الله عز وجل فله ما سلف، ونقطة ومن أول السطر.
تمام، ده لو كان ايه قبل ما يوصلوا التحريم، لكن عارف ان هو حرام وكان يرابي يبقى ده وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. تمام. طيب، قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فده وعيد شديد لآكل الربا، وخلوده في النار يعني مكثه الطويل في النار، كما في قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فالخلود في النار لآكل الربا، إن كان مستحلا لأكل الربا فهذا خلود أبدي لا خروج منه لأنه كافر، وإن كان غير مستحل للربا فخلوده أي مكثه الطويل في النار. تمام. لكن طالما كان مسلما عنده أصل الإيمان والتوحيد فلا يمكث فيها أبدا كمكث الكفار. تمام. لكن يعني ده ننتبه به إلى أن الربا من أكبر الذنوب التي توجب لصاحبها العذاب الطويل في النار، ثم هي من الذنوب التي يكثر استحلالها. يعني في ذنوب اللي بيعملها وهو عارف ان هي حرام، يعترف على نفسه بالخطأ والذنب والتقصير وربما يتوب في يوم من الايام، انما في ذنوب هي طبيعتها كده بتخلي صاحبها لا مش عايز يعترف على نفسه بالخطأ، دايما يحاول ان هو يبرر لنفسه فعله فيستحلها. من هذه الذنوب الربا، عشان كده كثيرا ما توقع الناس في الكفر بالله. يبقى واحد بياكل الربا وعارف ان هو ربا ويقول لا ده حلال، تمام، فيستحل ما حرمه الله لئلا يعترف عن نفسه بالخطأ، تمام، لئلا يعترف عن نفسه باكل الحرام فيقع في الكفر والخلود في النار. تمام. ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا، يبقى الربا ده وإن كثر فإن عاقبته إلى قل، كما في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل. إيه قل ده؟ قل يعني قلة، زي ذل يعني ذلة. تمام. فالربا وإن كثر تلاقي المرابي ده في الأول كده عمال إيه بتجري في يده ليه الأموال والنقود، بس بعد شوية تلاقي أمره يذهب ويضمحل و يروح في حديد ويتحدث، صح؟ تمام؟ أو يهرب ويعيش متخفيا، أو تبقى ديونه أكثر مما معه من أموال. في الآخر الربا يمحقه الله عز وجل إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. تمام؟ لكن جزاؤه المعجل يناله غالبا، يعني في الغالب معظم المرابين ينالون جزاءهم في الدنيا قبل الآخرة، وإن لم ينل جزاءه في الدنيا فجزاؤه في الآخرة مدخر. في الدنيا كان من أهل القصور والأموال العظيمة، كل ده في النهاية إيه؟ يكون من أفقر خلق الله عز وجل يوم القيامة. تمام. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يبقى أكل الربا منافي للإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اترك كل الربا ما بقي منه إن كنتم مؤمنين. فالإيمان يعصم صاحبه من أكل الربا، منافي لذلك. تمام. يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وإن تبتم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا يعني إن لم تتركوا ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى آكل الربا يحاربه الله تبارك وتعالى. شوف كل ده أنواع من الوعيد على أكل الربا. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلموا. يبقى لو تبت إلى الله عز وجل يبقى أنت ليك إيه؟ رأس المال، وده دليل على أن أي زيادة على رأس المال في ما يدخله الربا محرم حتى ولو كان قرشا. هيجي معانا المسائل دي بعد كده تفصيلا. اديت لواحد قرض 1000 جنيه واخده منه 1010،
10 دي كام في المية يعني؟ 1% حرام. طب 1000 وجنيه حرام. 1000 وقش التب حرام. تمام؟ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة، يا لو أنت أقرضت واحد المفروض أن أنت إيه؟ ما تزيدش عليه، ما تقولوش أنا أقرضك الألف وأخد منك 1100 حرام. طيب على الأقل أخد الألف بتاعتي. لا، ده وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لو كان معسرا لابد أن تنظره، يجب عليك ذلك وجوبا. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. تمام؟ وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني وإن تصدقت بإنظاره والتيسير عليه أو الحط من دينك أو العفو عنه تماما، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فآيات سورة البقرة دي من أشد الآيات الواردة في إيه؟ في تحريم الربا. بيقول وتوعد الله وقال عز وجل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وتوعد سبحانه وتعالى المتعامل بالربا أشد الوعيد بأشد الوعيد، فقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم عند البعث إلا كقيام المصروع حالة صرعه، وذلك لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا. وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر في حديث اجتنبوا السبع الموبقات، متفق على صحته أنه ذكر منها، قال وأكل الربا. ولعن كل المتعاملين بالربا على أي حال كانوا. فعن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. وده برضو من أشد الوعيد الوارد في أكل الربا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله اللي بيأكله. عشان في بعض الناس يقول لك ايه هو اللي بياكل الربا ده انا الغلبان اللي دفعت. لا، انت وهو سواء، يعني المؤكل والاكل سواء في الذنب. ما تقوليش هو اللي خد الزياده دي، ما انت اللي اديتها له، كلاكما سواء في الاثم. ده وكمان مين؟ وكاتبه وشاهديه، اللي ما لهمش دعوه لا كل ولا اكل، بس هو ده اللي كان شاهد عليها وده الكاتب بتاعها. فالعقد نفسه ده عقد محرم مقتضي للعن. تمام؟ وسيأتي معنا بعد ذلك الخلاف في الأثر الوضعي للربا. يعني حكمه حرام بالإجماع، بيقول وقد أجمعت الأمة على تحريمه، ده حرام بالإجماع. لكن العقد نفسه عقد باطل ولا صحيح وترد الزيادة؟ يعني لو قلت لك مثلا هبيع لك صاع من القمح بصاعين، ده ايه؟ ربا. طب العقد ده باطل ولا صحيح مع الإثم وترد الزيادة فقط؟ هيجي معانا المسألة بعد كده ونقول ان الصحيح انه ايه؟ عقد باطل من أصله. تمام؟ طيب، فبيقول وقد أجمعت الأمة على تحريمه، والحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التغليظ في شأن الربا كثيرة. في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط. وده زي لفظ إيه؟ الآية لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. الربا 73 بابا أيسرها، يعني أدناها في الذنب، مثل أن ينكح الرجل أمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل.
فهذه أحاديث كلها صحيحة في تحريم وتغليظ تحريم الربا. المسألة الثانية، الحكمة في تحريمه. طيب قبل ما ناخد الحكمة في تحريمه، تعال ناخد أنواع الربا. الربا ينقسم إلى ربا البيوع وربا المداينات. وربا البيوع ينقسم إلى ربا الأثمان أو النقود، وربا المثمنات أو السلع، أو على الراجح هنقول بعد كده إن هو إيه؟ ربا الطعام. وربا المداينات ينقسم إلى ربا القروض وربا الديون. تاني كده، أنواع الربا عندنا: ربا البيوع وربا المداينات. ربا البيوع اللي هو الربا الذي يكون في البيع، يعني عقد بيع لكن متضمن لربا، وده بيكون إما في الأثمان أو النقود اللي هي أصلها الذهب والفضة، أو يكون في المثمنات أو في السلع أو في الأطعمة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وما يقاس عليها، اللي هي البر والشعير والتمر والملح. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. تمام. فالأصناف الستة دي هل هي محصورة لا يقاس عليها غيرها، أم يقاس عليها غيرها؟ عامة أهل العلم على أنه يقاس عليها غيرها، منهم المذاهب الأربعة. اللي قال لا يقاس عليها غيرها مين؟ الظاهرية، لأنهم يمنعون القياس أصلا، وبعض أهل العلم من غير الظاهرية. تمام. منهم مثلا ابن عقيل الحنبلي والشوكاني قالوا بالقياس، هم بيقولوا احنا بنقيس لكن هنا مش لاقيين حاجه نقيس عليها، مش عارفين نقيس ازاي، وهو الظاهر في دي ان هم السته دول بس مش غيرهم. ده قول بعض اهل العلم، لكن الجمهور وعامه اهل العلم لا، يقاس على السته، وده الصحيح. تمام. ان المعنى هنا معقول. ليه الذهب والفضه في معنى معقول؟ ليه البر والشعير والتمر والملح في معنى معقول؟ تمام. بل في احاديث صرحت بغير الاصناف السته. يعني في رواية من روايات حديث الستة اللي هو البر بالبر والشعير بالحديث ده، في رواية قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: والزبيب بالزبيب. تمام. هذه الرواية ساق إسنادها مسلم وأبو عوانة أخرجها بلفظها. تمام. يعني إسنادها ساقه مسلم في صحيحه ولم يذكر اللفظ، قال بمثله، يعني رواها مثل، لكن أبو عوانة في المستخرج عمل إيه؟ أورد لفظ هذه الرواية فيها: والزبيب بالزبيب. تمام. وفي رواية ضعيفة: والسمن بالسمن والزيت بالزيت. تمام. لكن دي ضعيفة، لكن رواية صحيحة اللي هو الزبيب بالزبيب. وفي حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل نخله أو أن يبيع ثمر نخله اللي هو التمر يعني بتمر كيلا، وأن يبيع وإذا كان عنبا أن يبيعه بالزبيب كيلا، ونبيع يعني نهى عن أن يباع، ده هيجي معنا المسألة لسه، الطعام بالطعام إذا لم يعلم التماثل بينهما. فضرب مثلا بالإيه؟ بالزبيب، وده حديث في الصحيح. تمام. فيبقى فهذه الأصناف يقاس عليها غيرها، أو يقاس عليها غيرها غير هذه الست. تمام. طب إيه العلة في الذهب والفضة؟ هيجي معنا لسه إن العلة هنا النقدية، أنا دي نقود. وإيه العلة في البر والشعير والتمر والملح؟ إن ده طعام مقدر بكيل أو بوزن. المسألة دي هتيجي لسه معانا، هنتكلم لسه في العلة شوية، بس احنا بنقول من دلوقتي اهو بنسبق إن الذهب والفضة ليه؟ اشمعنا دول؟ عشان دول نقود. طب والبر والشعير والتمر والملح؟ عشان دي أطعمة تقدر بكيل أو بوزن. تمام؟ فالنقود ما ينفعش إن احنا نبدأ نتاجر فيها ونتعامل معها كسلع. يعني ما ينفعش أبيع لك مثلا 4 دنانير ب5 دنانير. فالشرع ضيق
في التعامل بالنقود لألا تتحول إلى سلع. ليه؟ لأن النقود دي المفروض تبقى هي معيار لقيم الأشياء. يعني أنا أقيم الأشياء سعرها كان بإيه؟ بالنقد. فتخيل بقى أن النقد يتحول هو كمان لسلعة ترتفع وتنخفض. ما هو السلعة دي سعرها بيعلى ويوطى، إنما المفروض النقود دي تبقى حاجة إيه؟ ثابتة. فلما يحصل بقى تجارة متوسعة في النقود هيحصل إيه؟ النقود هتتحول هي أيضا إلى سلع ترتفع وتنخفض إيه؟ أثمانه. فعشان كده الشرع ضيق في التجارة في الذهب والفضة، إلا لما يكون ذهب بذهب يبقى يدا بيد مثلا بمثل، فضة بفضة يبقى يدا بيد مثلا بمثل، تمام؟ طيب، وكذلك في الأطعمة، لأن دي حاجة الناس فلا تكتنزها، لا تخزنها، فما تزودش زيادة، يعني بر ببر يبقى يدا بيد مثلا بمثل، ما تقوليش لا هخليها عندي أو هزود عليك. يعني ما ينفعش مثلا تقولي طعام يدي طعام زائد طعام من نفس الجنس، يعني اديك مثلا كيلة قمح قصاد كيلة ونص قمح، النص دي بتاع ايه؟ دي زيادة ظالمة، تمام؟ هنا الطعام حاجة الناس للطعام متساوية، لان هو ده اشد حاجات البشر. البشر يحتاجون الى طعام ويحتاجون الى لباس ويحتاجون الى مسكن ويحتاجون الى امور تحسينية ترفيهية، لكن اشد حاجات الانسان الدنيوية هي حاجاته الى ايه؟ الطعام. فينفعش ان احنا نخلي بقى الطعام ده عرضة الى ان انا لا مش هديك الكيلة دي غير ما تديني كيلة ونص، او هديها لك دلوقتي انا معايا طعام كتير فهديك انا كيلة دلوقتي وانت تردها لي السنة الجاية كيلتين، فتستغل حاجة الناس الى الطعام. لا، هتدي الكيلة يبقى بكيلة زيها ودلوقتي، تمام؟ فالصورة اللي هو الربوية اللي هي التيبيكال اللي هي الربا على ابوه، يعني زي ما بيقولوا كده، اللي هي بتجمع بين الفضل على جنب كده على الهامش، الفضل والنساء. ايه الفضل؟ فضل اللي هو التفاضل والزيادة، يعني كيلة قصاد كيلتين. النساء اللي هو التأخير، يعني هديك كيلة دلوقتي ترجعها لي كيلتين السنة الجاية. هو ده الصورة الربوية الصح، يعني صح اللي هي الغلط قصدي، يعني تمام، الصورة الربوية على ابوها، يعني هو ده اللي بيحصل في الربا. الربا تمام، اديك 1000 جنيه دلوقتي تديها لي 1000 ونص بعد ايه؟ 6 شهور. فهذه ايه؟ جمع ما بين الفضل والنسيئة، التفاضل اللي هو الزيادة والنسيئة اللي هو التأخير. طيب، فهو ده الربا. الربا فعشان يمنع منه منع من آحاد صوره من المفردين دول، يعني الفضل لوحده ممنوع والنساء لوحده ممنوع. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان انا اقول لك خد كيلة قمح بكيلة قمح قصاد شهر بعد شهر. ليه؟ لان انت دلوقتي هتخلي شهر متأخر، بعدين هتقولي طب ما انا اخرت عليك شهر، اديني انت اخرت عليا شهر اديني شوية زيادة، لان النسيئة دي هتجر الى ليه؟ الفضل. طيب، ما ينفعش دلوقتي كيلة قصاد كيلة ونص، لا، لان دي اولا زيادة ظالمة، تاني حاجة هتجر الى طب ما هديك كيلة ونص خليني اخر لك بكرة ولا بعد ولا الاسبوع الجاي ولا الشهر الجاي. فالفضل يجر الى النسيئة والنسيئة تجر الى الفضل، فمنع منهما سدا للذريعة، تمام؟ لكن الربا المقصود اصلا اللي هو ايه؟ الذي يجمع الفضل والنسيئة معا، وده الربا المقصود تحريمه ابتداء. واضح ولا ايه؟ تمام. طيب، يبقى بنقول ربا البيوع، كل ده احنا لسه في ربا البيوع، اللي هو يشمل ربا النقود اللي هو الذهب والفضة وما يقاس عليهما، ما يقاس عليهما زي ايه؟ الجنيهات والدولارات والريالات طيب، وربا المثمنات او السلع او اللي هو على الراجح الاطعمة المقدرة بكيل او بوزن، زي البر والشعير والتمر والملح وما يقاس عليها، زي ايه مثلا؟ زي الارز. وفي اي عائل يقدر يقول في فرق ما بين البر والارز؟ ما زي ما ده نفس الاوصاف اللي موجودة في البر هي نفس الاوصاف موجودة في الارز، يعني ده مطعوم ده مطعوم، ده قوت ده قوت، ده مدخر ده مدخر، ده مكيل ده مكيل، كل الاوصاف اللي موجودة في البر موجودة فين؟ في الارز، تمام؟ عشان كده باتفاق اهل العلم ما عدا شؤل لين اللي قلناهم في الاول خالص بيقولوا لا لا يقاس على الاصناف الستة، باتفاق اهل العلم ان الارز ايضا ايه؟ من الاصناف الربوية. واضح؟ طيب، ده ربا البيوع. ربا المداينات اللي هو ينقسم الى ربا القروض وربا الديون. القروض، ربا القروض ده بيبقى بنقول عليها زيادة اتفاقية. ربا الديون ده زيادة تأخيرية.
زيادة اتفاقية يعني ايه؟ يعني غالبا بيكون متفق عليها قبل العقد، هديك 1000 جنيه ترجع لي 1100. انما الزيادة بالربا الديون اللي هو انا عندي دين عليك، ليا دين عليك ب1000 جنيه، جه معاد سداده، فين الالف؟ مش معايا الالف. قال لك طب اخرك شوية وتخليه 1100، تمام؟ ده اسمه ربا الايه؟ الديون، تمام؟ طبعا الدين ممكن يكون ناشئ عن قرض او عن غيره، احنا قلنا كلمة الديون دي ايه؟ اوسع من كلمة القروض. تاني، كلمة الدين اوسع من كلمة القرض، يعني الدين ممكن يكون ناشئ عن قرض، انا ليا دين عليك لان انا اقرضتك، او يكون ناشئ عن بيع، بعت لك التليفون بتاعي وانت عليك 1000 جنيه الشهر الجاي، جيت الشهر الجاي بقول لك فين ال1000 جنيه قلت لي مش معايا، او ما اقول لك طيب تاخر وزد، تمام؟ فاقول لك خلي ال1000 دي شهر كمان عندك بس هتالي 1100، ماشي؟ فده اسمه ربا الايه؟ الديون. ممكن يكون ناشئ مش عن بيع ولا عن قرض، ممكن يكون ناشئ عن ايجاره، يعني مأجر لك مثلا البيت ده ب 1000 جنيه في الشهر، فجاء الميعاد بتاعك ما سددتش، فقلت لك خلاص اخر شويه وخليهم 1100، يعني ناشئ عن ايجاره. ممكن يكون ناشئ عن زواج، واحد مثلا مهر زوجته 10000 جنيه، تحل في راس السنه، جه راس السنه وما سددلهاش، قالت له خليها السنه اللي بعدها وخليهم بدل 10000 خليهم 11000، تمام؟ ده ربا ديون، هو ده دين ناشئ عن ايه؟ عن زواج. او الدين ممكن يكون ناشئ عن جنايه، واحد زي بيلعب في الشارع كسر ازاز المحل بكام ازاز؟ ب600 جنيه، قال له طب مش معايا دلوقتي، قال له خليهم الشهر الجاي و700، جه الشهر الجاي خليهم الشهر اللي بعده 800، تمام؟ ده ناشئ عن ايه؟ جنايه. فيبقى ممكن الدين ده ينشا عن بيع، عن ايجاره، عن جنايه، عن زواج، عن قرض، ممكن ينشا عن حاجات كتير، تمام؟ فيبقى بنقول ربا القروض ده بيكون زياده اتفاقيه غالبا قبل العقد، ربا الديون بتبقى زياده تاخيريه غالبا بعد العقد. وممكن واحد يجمع الاثنين مع بعض، يدي الواحد قرض ويقول له ال1000 ده هترجعه لي 1100، جاء في وقت ال1100 مش معايا، قال له طب خلاص اجله شويه ب1200، هو كده جمع ربا ديون وربا ايه؟ قروض مع بعض، تمام؟ مع الانتباه نقطة ومسألة مهمة هنقولها تاني في القرض لما نيجي للقرض، ان ربا القروض او ربا الديون عموما يجري في كل الاموال، ليس فقط في الاموال الربوية. الاموال الربوية دي او الاصناف الربوية في ربا البيوع، تمام؟ تاني، كل الاموال، يعني لو اقرضتك طن حديد قلت لك ترجعه لي طن وايه ونص، ده ربا بالاجماع مفيش خلاف. انما لو انا بعت لك طن حديد بطن ونص بعد سنه او بعد شهر، فهل ده ربا ولا لا؟ ده مختلف فيه بناء على هل الحديد زي الذهب والفضه؟ ما بعض العلماء بيقولوا الذهب والفضه دي، ما الحديد شبهه، ما ده معدن موزون وده معدن موزون، موزون وموزون، فيبقى ايه؟ شبه بعض. فقالوا بعض العلماء قالوا الصوره دي حرام، لو بعت لك طن حديد بطن ونص حديد ده حرام، ليه؟ لانه زي الذهب والفضه. وبعض العلماء بيقولوا لا مش زي الذهب والفضه، الذهب والفضه نقود ما لهمش دعوه بالايه؟ بالحديد. فده في خلاف. انما لو واحد اقرض اخر طن حديد في مقابل ان هو يردهم له طن ونص، ده حرام بالاجماع. وصلت ولا ايه؟ فعشان بس ما نتلخبطش، الاصناف الربويه دي بنتكلم عليها في ربا البيوع فقط، اما ربا المداينات فده يجري في كل الاموال. واضحه ولا ايه؟ تمام. طيب نرجع للكتاب. بيقول المسألة الثانية الحكمة في تحريمه، بيقول التعامل بالربا يحمل على حب الذات والتكالب على جمع الأموال وتحصيلها من غير الطرق المشروعة. واحد عايز يزداد في المال زيادة ظالمة ضارة بالمجتمع مش من حقه، وتحريمه رحمة بالعباد، حرم يعني رحمة بالعباد، أو تحريمه رحمة بالعباد، فإن فيه أخذا لأموال الآخرين بغير عوض. بغير عوض معتبر شرعا، يعني أنا بدي لك مثلا هو ربا الفضل وربا النسيئة، ما احنا عندنا أنواع الربا اتنين، فضل وإيه ونسيئة. الفضل اللي هو الزيادة، النسيئة اللي هو التأخير. ففكرة ربا الفضل إن هو
عشان امسح ده ولا باين كده. فكره ربا الفضل ان هو مال يساوي مال زائد مال. فكره ربا النسيئه ان هو مال زائد وقت يساوي مال زائد مال. ففي ربا الفضل المال ده بدون مقابل زيادة ظالمة. انا بديك مثلا كيلة قمح بترجعها لي كيلة ونص، تمام؟ فالنص دي مقابل ايه؟ مش مقابل حاجة، تمام؟ مش مقابل حاجة معتبرة شرعا، يعني الشرع اهدر الزيادة دي اعتبرها غير يعني في مقابل لا شيء من اكل اموال الناس بالباطل. طب احنا تراضينا، حتى لو تراضيت وغلط ليه؟ لان ده هيعود على المجتمع كله بالضرر. حتى لو انت راضي بالظلم بس ده في الاخر هيجر الناس الى ان هي تتعامل بهذا الظلم، ولو انت راضي غيرك بعد كده مش هيرضى، وبيخلي الواحد يستسهل الزيادة الظالمة بدل ما يروح للزيادة العادلة النافعة اللي فيها تحريك للسلع والخدمات وانتاج للاموال النافعة، تمام؟ فيروح للسهل بدل ما يروح للايه؟ للصعب. فبنقول ان الزيادة دي زيادة ظالمة، زيادة ظالمة ضارة. وهنا برضو في النسيئة مال زائد وقت يساوي مال زائد مال، برضو المال ده مش في مقابل حاجة، تمام؟ لان الوقت لا يستعاض عنه. فاكرين لما قلنا الزمن لا يستعاض عنه؟ يعني اديتك 1000 جنيه ما ينفعش ترجعها، اقول اتفق معك انت ترجعها لي بعد شهر 1100، لان الزمن ده لا يستعاض عنه شرعا، ملوش قيمة. الزمن ده وعاء للاعمال، انا خلال الشهر ده ممكن اشتغل واخلي الفلوس دي تنتج فلوس اخرى، يبقى عملي هو اللي جاب الزياده دي، يبقى انا استحق. ما فكره المرابي ايه؟ نوع بس فكره المرابي ايه؟ يقول لك انا اديته الالف والالف دي اشتغلت فجابت 200، اقسم معي اخد انا 100 هو 100. هو في الحقيقه مش الالف اللي جابت 200، هو تعبه هو اللي جاب 200 العمل، تمام؟ هو بيقول ان الالف في الشهر جابت 200، لا هو مفيش فلوس بتجيب فلوس، تمام؟ هو مفيش نقد بيجيب نقد، النقد ليس فيه منفعة اصلا لذاته، تمام؟ النقد لا يأتي بنقد، انما النقد زائد الزمن اللي هو وعاء للعمل مع العمل ده، يعني جاء خد الفلوس دي واشترى بيها وباع واشترى وباع واشترى وباع، عمل دورة دورتين ثلاثة فنتج عنها ايه؟ ربح. الربح ده مين اللي يستحقه؟ اللي يستحقه اللي عمل الجهد والتعب. هو عمل الجهد والتعب ده لمين؟ لنفسه ولا ليك انت؟ يعني المقترض عمل الجهد ده لنفسه ولا للمقرض؟ لنفسه، تمام؟ في مقابل ان هو بيضمن لك راس مالك اللي انت اديته له كقرض، هو بيقول لك ده في ضمان، يعني لو خسر انا اتحمله ولو كسب المكسب ليه. هو الغنم بالايه؟ بالغرم. لو المقرض بقى عايز يربح يحول القرض الى قراض، يحط الف بس فيه، يعني ايه؟ يعني يحول القرض ده الى مضاربة، يعني يضمن، يعني يقول خد الفلوس دي شغلها بس انا معاك في الربح والخسارة، يعني لو خسرت عليا ربح تجينا احنا الاثنين. هو ده القراض او المضاربة اللي هتيجي معانا لسه قدام، واحنا خدناها المرة فاتت لو فاكرين في بدائل البائع ما لا يملك، فاكرين؟ هو المضاربة دي اسمها ايه؟ قراض اسمها التانية. فيحول القرض الى قراض. الفرق ما بين القرض والقراض ان المال في القرض بيبقى في ضمان مين؟ الاخذ مش المعطي. انما في القراض بيبقى في ضمان مين؟ المعطي. واضحه دي ولا ايه؟ يعني في القراض في المضاربه بقول لك خد الفلوس دي تاجر بيها، طيب لو حصل ان هي خسرت بدون ذنب منك، بدون تعدي ولا تفريط منك، يبقى راحت على مين؟ راحت علي انا، وانت راح عليك جهدك وشقاك، يعني راح عليك تعبك. طيب كسبت لينا احنا الاثنين بالنسبه اللي اتفقنا عليها، تمام؟ فانا بقى لو ضمنت المال كمعطي يبقى من حقي ان انا اكسب فيه، انما ضمنتوش وهو قرض في ضمان الاخذ يبقى عمله لصالحه هو، وهو وحده المستحق للربح، وانا ليا ايه؟ راس مالي. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بيقول فان فيه، طبعا احنا نبهنا بكده التنبيه ده كذا مره، ان الزمن لا يستعاض عنه مالا، لا يستعاض عنه شرعا بالمال، لكن يصح تبعا ما لا يصح استقلالا،
ما ينفعش الزمن كده بقى ليه قيمه يصاد بها عنه، لكن تبعا يصح ما لا يصح استقلالا. يعني ايه؟ زي ما قلنا في البيع اللي هو الحلال، هبيع لك التليفون ده ب1000 جنيه دلوقتي، ابيعه لك ب1000 جنيه ومية بعد شهر، هنا بقى الزمن دخل تبعا في البيع، لان البيع حلال. يعني تليفون قصاد فلوس قصاد نقد ده حلال، هو ده احل الله البيع. انما 1000 جنيه قصاد 1000 جنيه بعد شويه او قصاد 1100 بعد شويه ده الربا، واحل الله البيع وحرم الربا. واضح؟ طيب، زي ما قلنا في قاعده يصح طبعا ما لا يصح استقلالا، لو فاكرين قلنا المجهول لا يصح بيعه استقلالا، لكن يصح ايه؟ تبع، زي الحمل الاجل في بطن امه، تمام؟ لا يصح بيعه استقلالا، ما ينفعش ابيع لك اللي في بطن الناقه دي او اللي في بطن البقره دي بكذا، لان انا ما اعرفش هو حي ولا ميت، ذكر ولا انثى، سليم ولا مريض، ما اعرفش. فما يجوزش ان انا ابيعه لانه مجهول في غرر. انما ابيع لك البقره باللي في بطنها يجوز، يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. بيقول فإن فيه أخذا اللي هو الربا لأموال الآخرين بغير عوض، يعني بغير عوض معتبر شرعا، إذ المرابي يأكل أموال الناس دون أن يستفيدوا شيئا في مقابله، كما أنه يؤدي إلى تضخم الأموال وزيادتها على حساب سلب أموال الفقراء، ويعود المرابي الكسل والخمول والابتعاد عن الاشتغال بالمكاسب المباحة النافعة. يبقى مشكلتين، أولا بيمنع القرض الحسن، ثانيا بيمنع الانتاج الحقيقي. معاك فلوس، حاجة من اتنين، عايز تعمل معروف في الناس تساعد الناس، يبقى القرض الحسن اللي هو 1000 قصاد 1000، تمام؟ طيب عايز انت تكسب، يبقى اشتغل، اتعب، غامر بالفلوس دي، روح اشتري بضاعة وبيعها، روح ازرع، روح اصنع، تمام؟ يبقى انت خطرت وعملت انتاج حقيقي تنتفع بهذا الانتاج، هو ده واحل الله البيع، تمام؟ فعشان كده بنقول ان الربا زائد الضرر اللي فيه والظلم اللي فيه، مشكلته كمان ان كل قرش يذهب الى الربا ده يعني اذهب فرصة كان يمكن ان تستعمل في تجارة نافعة. يعني القرش ده هو ده بعينه، اصل الاموال اللي موجودة بين ايدي الناس محدودة، تمام؟ فالاموال دي اما ان تذهب الى البيع واما ان تذهب الى الربا، فاذا ذهبت الى الربا ففيها مفسدة الربا زائد ضياع مفسدة مصلحة البيع، تمام؟ طيب، كما ان فيه قطعا للمعروف بين الناس وسدا لباب القرض الحسن، وتحكم طبقة من المرابين باموال الامة والاقتصاد واقتصاد البلاد، وهو معصية عظيمة لله تعالى، وهو إن زاد مال المرابي فإن الله تعالى يمحق بركته ولا يبارك فيه، قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. طيب، وزي ما قلنا فكرته في المجمل في ربا المداينات انه زي ما قلنا زيادة ظالمة ظلما محضا في مقابل الزمن فقط، والزمن لا قيمة له مالا، لا قيمة له شرعا. وفي باب البيوع قلنا عندنا النقود دي شرعا لابد أن تبقى قيمتها ثابتة، لا تنخفض ولا ترتفع بقدر الإمكان، فلا تتخذ سلعة مقصودة، فعشان كده ضيق في التجارة فيها. والأطعمة أشد حاجات الإنسان، لذلك معظم الكفارات فيها أطعمة. يعني الإنسان لما يعمل ذنب وعايز يكفر عن ذنبه، معظم الكفارات الشرعية تلاقي فيها إيه؟ طعام، لأنه من أحب العبادات إلى الله عز وجل إطعام الطعام، تمام؟ وهتلاحظ إن الطعام ده بياخد أشكال، يا ممكن يبقى الطعام ده زي مثلا زكاة الفطر، طعام يدخر لأن كل الناس بتطلع في نفس الوقت، فممكن يفسد عند الفقير، فروع في صفة الادخار. لكن في كفارات تانية لم يراعى فيها صفة الادخار، زي مثلا عموم فدية الصيام مثلا، ففدية طعام مسكين، تمام؟ وككفارة مثلا اليمين، تمام؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، دي عامة مش لازم مدخر،
ركز في المعاني دي، لان هيجي بعد كده في العله بتاعت الاموال الربويه دي، هل يكون طعام مدخر يعني البر والشعير والتمر والملح لازم مدخر ما يقاس عليها، ولا لا العبره بان هو طعام عموما؟ الاقرب ان هو العبره ان هو طعام عموما، تمام. بس بعض الناس يقول لك ايه الملكيه، هيجي معانا بعد شويه لما نتكلم او المره الجايه لما نتكلم على خلاف العلماء في عله الاصناف الربويه، الملكيه يقول لك ايه لازم بقى قوت مدخر. ليه؟ عشان حديث صاع من طعام بتاع زكاة الفطر، صاع من طعام احنا فهمنا منها ان هو قوت مدخر. اقول لك لا، دي تختلف. ليه؟ لان كل الناس بتطلع الطعام ده في نفس اللحظة في نفس اليوم، فممكن يتكوى منه كتير عند الفقير فيفسد. فالشرع راعى المعنى ده فقال لك لما تطلع طلع قوت مدخر. انما في زكاة في كفارة اليمين مثلا انت بتطلع ايه؟ طعام، سواء كان مدخر او غير مدخر، بتجيبه وتغديه وتعشيه، تمام؟ مفهومه ولا ايه؟ في فديه الصيام بتطلع طعام بتغديه او تعشيه عادي، مفيش مشكله، تمام. فعشان كده بنقول الطعام من حيث هو طعام. طيب، فبنقول ان الطعام اشد حاجات الانسان، وهو موجود في معظم الكفارات، وهو من اجل العبادات اطعام الطعام. والاحتكار في اطعمه الناس وخصوصا الاقوات ده محرم بالاجماع، لكن في خلاف في بقيه السلع هل الاحتكار فيها محرم ولا لا، انما الاقوات الاحتكار فيها بالذات محرم بالاجماع. فنقول الطعام ده ليه خصوصيه، عشان كده هو ده بالذات اللي جوع الى ايه من الاصناف الربويه. انما لو واحد مثلا عايز يبيع تليفون بتليفونين، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. ثوب بثوبين، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. لكن الطعام لا، لابد ان يكون مثلا بمثل، يدا بيد كما سياتي. مفهومه ولا ايه؟ تمام. طيب، انواع الربا المساله الثالثه، هيفصل شويه كده في ربا الفضل وربا النسيئه. واحنا نقول ان احنا عندنا هنتكلم بقى على ربا البيوع شويه. طبعا ربا القروض او المدينات هيجي اكتر في الباب الجاي اللي هو باب القرض، هنتكلم عليه بقى ونتكلم بقى بعده بعد ما نخلصه على التطبيقات المعاصره للمساله. لكن النهارده او في باب البيع في باب الربا يعني احنا بنتكلم اكتر على ربا الايه؟ الاموال. وده بيحتاج الى فقه، عشان كده ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لا يجلس في سوقنا الا من فقه والا اكل الربا شاء ما ابى. يعني محدش يروح يتاجر الا لما يتعلم فقه الايه؟ المعاملات الماليه، والا وقع في اكل الربا. تمام؟ لو انا ما اعرفش المعلومات دي، ما اعرفش ان الحاجه دي بتتباع ازاي ودي بتتباع ازاي، دي شرطها التقابض، دي شرطها التماثل، فانا اكيد وانا ببيع واشتري ممكن اقع في الربا دون ان اشعر. فعشان كده عمر كان ينهى احدا ان يجلس في السوق الا بعدما يتفقه. لا يجلس في سوقنا الا من فقه والا اكل الربا شاء ام ابى. تمام؟ طيب، فبنقول ان احنا عندنا مجموعتين اتنين. المجموعه الاولى الاصناف الربويه او الاموال الربويه. المجموعه الاولى الذهب والفضه، دي المجموعه الاولى. والمجموعه الثانيه البر والشعير والتمر والملح. طيب، ايه العله في الذهب والفضه وايه العله في البر والشعير والتمر والملح؟ احنا قلنا ان عامه اهل العلم يعللون، يعني بيقولوا فيه عله ويقاس عليها. قله فقط من اهل العلم بيقولوا لا، هو الاصناف السته بس ما لهمش سابع. وقلنا لا، ده ورد في احاديث صحيحه النص على ايه؟ النص على السابع اللي هو الزبيب، تمام. وورد كذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كما ذكرنا حديث انه نهى ان يبيع ثمر حائطه اذا كان نخلا بتمر كيلا، وان كان كرما عنب يعني ان يبيعه بزبيب كيلا، وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام. ده رواه البخاري ومسلم، تمام. وقلنا حديث والزبيب بالزبيب ده في صحيح مسلم، وإن لم يرد لفظه لكن ورد إسناده ورواه أبو عوانة بلفظه.
تمام، وفي حديث في رواية ضعيفة والسمن بالسمن والزيت بالزيت، تمام، وفي حديث في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صاع بصاعين ولا درهمين، لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم، لا صاعين بصاع، مش من الأصناف دي بس، ده عموما، تمام. وورد أيضا في الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، ده عام، تمام. وقال لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين، تمام. فهنا راعى العملة أكتر من مراعاة كونها إيه مصنوع من ذهب أو فضة، تمام. شوف يا شفوي يا جماعه اللي قبلها من شوف يا طيب. فبنقول ان عامه اهل العلم بيقولوا لا الاصناف دي يقاس عليها غيرها. طب ايه العله؟ باجماع القائلين بالقياس ان الذهب والفضه ليهم عله، والبر والشعير والتمر والملح لهم عله اخرى، يعني ده حاجه وده حاجه تانية. يعني كل اللي بيعللوا بيقيسوا ما بيقولوش السته زي بعض، بيقولوا لا السته دول مجموعتين، المجموعه الاولى الذهب والفضه ليهم عله، والمجموعه الثانيه البر والشعير والتمر والملح لهم ايه عله اخرى. بنقول الصحيح، ولسه هنتكلم على الخلاف بقى المره الجايه بس بعد ما يثبت في ذهننا كده الكلام الصح الاول، الصحيح ان العله في الذهب والفضه الثمنيه، او نقول عليها النقديه، ان هي دي النقود الاثمان، فيقاس عليها العملات المعاصره الذهب والجنيهات والدولارات والحاجات دي. فاكرين احنا في اول مره فقه البيوع اتكلمنا على ايه؟ العملات المعاصره، لما اتكلمنا على تقسيم المال الى اثمان ومثمنات او الى نقد وعرض، فاكرين الكلام ده؟ فقلنا النقد ده اللي هو عباره عن ايه، قديما كان الذهب والفضه، لكن في 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 العالم في الوقت في الوقت المعاصر الان النقد ده بيشمل عملات كثيره معاصره هي مثل النقود القديمه تماما، استوفت الشروط الثلاثه لكونها نقدا، ان هي تلقى قبولا واسعا ك وسيط للمبادلة ومن قياس للقيمة ووسيلة للادخار. فاكرين الثلاث أوصاف اللي عشان النقد يبقى نقد لازم نحقق الأوصاف الثلاثة دي، تمام. احنا ليه قلنا الكلام ده في الأول؟ عشان يبقى خلاص لما نيجي نقوله دلوقتي خلاص هو مكرر عندنا، تمام. ولما نيجي نقوله بعد كده المرة الجاية، المرة اللي بعد الجاية في القرض، عشان لما نتكلم على قروض البنكية وإيداع الأموال في البنوك ويجي حد يضحك علينا ويقول لا ده هو الربا لا يجري فقط إلا في الذهب والفضة ولا يقاس عليه، نقول له لا، هو اولا الجنيهات والدولارات والعملات المعاصره مثل الذهب والفضه تماما، ثانيا ربا القروض في كل الاموال ما يشترطش ليه ان هو يكون من الاصناف الربويه، تمام. فاحنا بنتكلم دلوقتي على ربا الايه البيوع، تمام. فعندنا الذهب والفضه يقاس عليها كل الايه النقود، يبقى العله الثمانيه او النقديه، يبقى نقول يلحق بيه كل النقود. طيب البر والشعير والتمر والملح، العلة الطعم مع التقدير. يعني الطعم مع التقدير؟ الطعم يعني كونه طعاما، مع التقدير يعني كونه يكال أو يوزن، تمام. الطعم عشان حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، يبقى الطعام هو، تمام، يبقى الطعم. والتقدير يعني كونه مكيل او موزون، عشان حديث لو فاكرين حديث ابي هريره وابي سعيد الخدري اللي هو لما كانوا بيبيعوا الصاعين من التمر الرديء بالصاع من التمر الجيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا، ردوه وابتاعوا التمر بالدراهم ثم اشتروا بالدراهم جنيبا. في روايه في الصحيحين وقال في الميزان مثل ذلك، وفي رواية وكذلك الميزان. يعني التمر هو بيتباع بالصاع بيتكيل، ما ينفعش تعمل الصاع بالصاعين، ده كده ربا. وما يوزن يعني الطعام برضو اللي بيوزن مثل ذلك، لان في طعام لا هو بيوكال ولا هو بيوزن، فازاي هنماثل بينه مثلا بمثل؟ مش هتيجي. يعني جرجير وجرجير مثلا، هو الجرجير ده ازاي يبقى مثلا بمثل؟ ما فيش تماثل متصور فيه ربطة، يعني مثلا طب ما الربطة دي ممكن يبقى فيها كتير او قليل، ماشي، فما يجيش خالص، ما لا يتصور فيه التماثل. فالشرع لم يجعله من الاصناف الربوية، وسع على الناس.
فإيه اللي الشرع جعل لابد فيه من المثلية؟ هو ما يبايع مكيلا أو موزونا، هو ده اللي نعمل إيه؟ يبقى فيه تماثل، فيه مثلا بمثل، يعني كيل بكيل، وزن بوزن، تمام؟ فيبقى حديث وكذلك الميزان، وهو الحديث نفسه اللي هو في النهي عن بيع التمر الصاعين بالصاع، يدل على اعتبار التقدير جزء علة، كونه يكال أو يوزن ده جزء من العلة، أنه طعام مقدر، تمام؟ يبقى العلة في البر والشعير والتمر والملح أنه هو إيه؟ يقاس عليه كل طعام مقدر، يعني بكيل أو وزن، تمام؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب والذهب والفضة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيد مثل ما بمثل. معنى الكلام ده ان لو ذهب هبيعه بذهب يبقى لازم يدا بيد مثلا بمثل، فضة بفضة لازم يدا بيد مثلا بمثل، جنيهات بجنيهات لازم يدا بيد مثلا بمثل، دولارات بدولارات يدا لازم يدا بيد مثلا بمثل. طيب لو ذهب بفضة او جنيهات بدولارات او ذهب بجنيهات، يعني اختلفت الاصناف لكن داخل نفس المجموعة، لازم يدا بيد لكن مش لازم مثلا بمثل. تاني، لو اختلفت الاصناف داخل نفس المجموعه يشترط ان يكون يدا بيد لكن لا يشترط ان يكون مثلا بمثل. طيب بر ببر يدا بيد مثلا بمثل، شعير بشعير يدا بيد مثلا، رز برز يدا بيد مثلا بمثل، ذره بذره يدا بيد مثلا بمثل. طيب بر بشعير لازم يدا بيد لكن مش لازم مثلا بمثل، يبقى كده اختلفت الاصناف لكن داخل نفس المجموعه، يبقى كده ايه؟ لازم يدا بيد لكن مش لازم مثلا بمثل. طب اختلفت المجموعة بقى خالص، يعني ذهب ببر مش لازم يدا بيد ولا مثلا بمثل، واضحة دي ولا ايه؟ واضحة؟ او يعني احنا رحنا المجموعة التانية، من المجموعة الاولى المجموعة التانية، او من المجموعة دي لحاجة بره خالص، ثوب مثلا، الثوب هنا موجود في دول ولا موجود في دول؟ لا، لا هنا ولا هنا، لا هو نقد ولا هو طعام، واضح؟ فالثوب ليس جنسا ربويا، ما هو في اموال دي الاصناف الربويه او الاموال الربويه، في بقى اصناف غير ربويه ودي غير محصوره، ملهاش حصر، ملهاش اخر، تمام؟ فلو انت بعت نفس الجنس الربوي بجنسه، يعني ذهب بذهب او مثلا تمر بتمر، ده لازم يبقى ايه؟ يدا بيد مثل مثل. طيب جنس ربوي بجنس ربوي اخر مشترك معه في العله، لازم يدا بيد لكن مش لازم مثل مثل. طيب جنس ربوي بجنس ربوي من علة أخرى أو بجنس غير ربوي، لا يشترط لا يدا بيد ولا مثل مثل، واضح؟ أو مثلا جنس ربوي بغير ربوي بغير ربوي، يعني مثلا ثوب بثوبين، تليفون بتليفونين، مفيش مشكلة، لا يشترط يدا بيد ولا مثل مثل، مفهومة ولا إيه؟ تمام كده؟ مش هيبقى في قبضة أحد العوضات؟ إيه؟ مش هيبقى في قبضة. اه، وايه علاقه دي باللي انا بقوله؟ دي من شروط البيوع عموما، ترجع لها بقى في البيوع، بس مش لازم بيدن بيد، يدن بيد يعني حضور العوضين كلاهما، تمام؟ طيب ارسم رسمه اخيره كده توضح لنا اللي احنا قلناه، والمره الجايه بقى ايه؟ ناخد خلاف العلماء في المسائل احنا قلناها دي كلها. رسمه حلوه شجره تانية يعني زي دي. ليه؟ طيب نقول كده، بيع النقد بنقد او بغير نقد، وده من جنسه من غير جنسه. تاني، بيع النقد بنقد من جنسه، يعني ذهب بذهب او دولارات بدولارات، يشترط ايه هنا؟ يشترط التقابض والتماثل،
بلاش النسلين. طيب يبقى اشترط التقابض ولا ايه؟ والتماثل. تمام. طيب بيع النقد بنقد من غير جنسه، يعني دولارات بذهب، دولارات بجنيهات، اشترط هنا ايه؟ التقابض فقط. التقابض يعني يدا بيد، ولا يشترط التماثل. طيب بيع النقد بغير نقد لا يشترط لا تقابض ولا تماثل. واضحه ولا ايه؟ طيب بيع الطعام، طبعا الطعام قصدنا المقدر بكيل او بوزن. طيب اما ان يكون بطعام برضو طبعا مقدر بكيل او بوزن. لا سمحك قلم خفيف خالص. المهم وده برضو ينقسم الى من جنسه ومن غير جنسه. لو بيع الطعام بطعام من جنسه، يعني شعير بشعير، تمر بتمر، يشترط ايه؟ التقابض مع التماثل. طيب من غير جنسه؟ التقابض فقط. طيب بغير طعام؟ يبقى لا يشترط لا لا تقابض ولا تماثل. واضحه كده الخريطه كلها؟ في اشكال؟ مفيش اشكال. يبقى في البيوع ربا الفضل اللي هو ايه؟ ان انت تخل بشرط التماثل. ربا النسيئه ان انت تخل بشرط التقابض. يعني في الحته اللي قلنا اشترط فيها التقابض لو اخللت بهذا الشرط فده اسمه ربا ايه؟ النسيئه. في الحته اللي قلنا فيها التماثل لو اخللت بهذا الشرط فده اسمه ربا الايه؟ الفضل. مفهومه ولا ايه؟ تمام. شوف في تعريف الربا اللي احنا عدناه بقى بيقول لك زياده احد البدلين المتجانسين من غير ان يقابل هذه الزياده عوض. طبعا الزياده دي اما المقصود بيها زياده في المده في الوقت اللي هو النسيئه، او زياده في الكميه اللي هي زياده في الايه؟ اللي هي الفضل، اللي هي خلال بشرط التقابض او بشرط الايه؟ التماثل. طبعا زياده احد البدلين المتجانسين الربويين، يعني لازم يكون من الاجناس الربويه دي. تمام. تمام. او نقول احد زيادة أحد الجنسين العوضيين الربويين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض. بعض العلماء بيقولوا عليها إيه؟ زيادة مخصوصة. رايح نسألهم زيادة مخصوصة. المخصوصة دي اللي إيه؟ هنرجع للشجرة دي كلها. صعبة تتعرف، أنت لو فاهم الشجرة دي خلاص أنت فهمت كده إيه؟ الربا. واضح ولا إيه؟ تمام. هنرجع لها تاني المرة الجاية إن شاء الله في أولها كده. ماشي كده احنا واقفين عند المسألة الثالثة اللي هي انواع الربا. ماشي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.